الصبر بدوش مواد كيماوية ولا بده أسمد ولا بده مي ولا بده إشي، بعيش في الطبيعة، وهو يمكن أكثر ثمرة هي اللي مفيش فيها كيماويات ولا فيها إشي، فثمرة ناجحة ومطلوبة في بلادنا وشحيحة. إحنا شغالين عليها على بناء هذا الأساس، بنستخدمها بنقطفها الصبح بدري على أساس الشوك تبعها الظهر مع الحر ومع الشمس بتطير في وجوهك وعلى الجسم وكذا، والصبح لما تصل السوق بيصل السوق طازة. قطعة الصبر هاي اعتدى عليها الإسرائيليين أكثر من مرة، وزي ما انتم شايفين في قطعة ورانا هنا العام الماضي جرفوا لنا إياها، وقد ما بنعمر وبنسوي إلا إنهم بخربوا أكثر من اللي بنسوي بحبطونا، ولكن لحد الآن إحنا مصرين على إننا نظل شغالين فيها. لحد الآن مدننا المهجرة لحد الآن شعار الصبر موجود فيها، والصبر القديم لحد الآن موجود في مدننا، يعني روح انزل على المدن تبعتنا المهجرة في عند الاحتلال لحد الآن الصبر والتين موجود فيها وهو رمزنا.